الاسم ديالي الحسين وتزاديت في مسا زيدا في الدوار سيدي ولد ديال مسا هذا فاش تزاديت وفي العمر ديالي زايد في 1942 راه 79 دابا عندي ريت وجيت لهنا لا لا ما عنديش ما عنديش عندي بنا عندي والو الوالدين ماتوا خوت كاينين ولكن ما كيسقسوش فيا والو انا راه 4 سنين هادي هنا بخير بخير المركز بخير الناس واكلين وشاربين لابسين عطا الله الخير لا الحمد لله كلشي بخير كلشي بخير كاين الدواء وكاين كلشي كلشي كاين واكلين شاربين ناعسين مفرشين ماطين بخير وعلى خير اللهم لك الحمد مريض كنت مريض ولكن شويه لاباس تشافيت هاي داونا السبيطار هما اللي داونا السبيطار تداوينا فيه السبيطار ديال يوزكان ديال الحسن الثاني كاع خدنا داك الشيء الله يهديهم واحد العدد جابوا والديه هنا وحطهم هنا اش غادير قلوبهم حديد داك اللي جاب والديه هنا وحطهم هنا الحمد لله كل شيء بخير حتى هاد الفرمليات هادو تفرات تعاملت معنا بخير ولا خير الحمد لله كل شيء بخير الدنيا هانية والدنيا بخير الحمد لله غير الله يرفع علينا هاد البلاء هاد الكورونا تمشي لا اروع صراط هلكت الناس بزاف هلكت البشر الاقتصاد لكن بعدا بخير الحمد لله شويه هاد الايامات هاد الاسابيع الاخرين شويه لاباس بس سيدي ولفظ واحد الدوار يقول لي سيدي ولفظ كندوي باللغه العربيه والشلحه اللي كندوي بالشلحه وبالعربيه كلشي كندوي بهم الله اعلم لا يعلم الغيب الا الله كنا كنخرجوا ملينا كانت هاد الكورونا كيدونا يحوصونا ولكن دابا ما مع هاد الكورونا هذيك